لا واقف العربية لا واقف العربية اقفل العربية في العربية دي اخطوها جتها يا اخطوها في العربية مين يرضون يعمل كده اعملوا ايه ترى اخطوها اعملوا ايه خلوش يلف خلوش يلف مشاهدينا الكرام متواصلون معكم من جديد في هذه التغطية الإخبارية لما يحدث في ميدان التحرير، ويبدو أن هناك تجدد للاشتباكات وتجمعات في الميدان. لاستيضاح الأمر أكثر معي من هناك الزميل محمد أبو رحاب. محمد، ماذا يدور الآن في ميدان التحرير؟ يعني سوزان كما توضح الصورة، هناك يعني أكثر من 1000 متظاهر متجمهرين يعني نحو يعني حول إحدى السيدات يبدو من ملامحها المؤدي من ميدان التحرير إلى وزارة الداخلية. كل الشوارع التانية لها مداخل عشان تدخل لوزارة الداخلية، لازم تروح من اتجاه لاتجاه أو من اتجاه لاتجاه، من عند مجلس الوزراء أو من شارع ريحان، ما فيش حاجة مباشرة. الشارع الوحيد المؤدي والذي يربط ميدان في دي مشادة في التحرير، واضح انها خناقة بين حد، ناس مختلفة، ناس قالت كلمة ما عجبتش حد، هنفهم هنشوف. خلي الكاميرا معانا تتابع. شارع محمد محمود هو الشارع المؤدي مباشرة او يربط ميدان التحرير بوزارة الداخلية، فشيء طبيعي ان يكون احتكاك مباشر بالمتظاهرين اللي موجود في ميدان التحرير، وشيء طبيعي ان من يريد استغلال ذلك للإساءة الى المشهد في ميدان التحرير ان هم يكونوا في هذا المكان. هذه آنسة وبيتم دفعها بعنف وبتقع، بيخرجوها بره. هذا السلوك حتى لو هناك اختلاف نتمنى الا يكون هذا اسلوب التعبير. ربنا يسترها، ربنا يسترها. طيب مين هو محمد محمود ده؟ يعني الشارع ده اسمه محمد محمود، مين محمد محمود في تاريخ مصر؟ وإيه علاقته بوزارة الداخلية؟ كم المعلومات اللي وفرها الزملاء بصراحة استوقفتني جدا. شارع محمد محمود، محمد محمود ده هو محمد محمود باشا، أشرس وزير داخلية، وكان رئيس وزراء مصر في العهد